السلام عليكم البنات، كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير اليوم ان شاء الله. في هذا الفيديو بغيت نشارككم كيكه بسيطه وكتجي هشه، يعني ناجحه 100%. وغادي نغطيوها بالكراميل، واحد الصوص نتاع الكراميل اكثر من رائعه، كتجينا واحد الكيكه اللي لذيذه بزاف. فهاد الكيك شنو غادي نحتاجو بالنسبه للمقادير؟ عندي 4 ديال البيضات، عندي كاس ونصف ديال السكر ما يعادل 220 غرام، عفوا، عندي كاس ديال الحليب ما يعادل 180 مللتر، كاس نتاع الزيت ما يعادل 180 مللتر، 300 غرام ديال الفرينه ما يعادل 3 ديال الكيسان، زوج ساشي نتاع الفانيليا، وزوج خميرات ديال الحلوى، وعندي زوج معالق نتاع لا مايزينا او النشا. الا ما كانتش متوفره معليش، ولكن الا كانت متوفره من الاحسن، كيجينا الكيك ديالنا هشيش بزاف. اول خطوه كما نديروها كما دائما، ناخذ الاناء ديالنا نكسرو فيه البيض، نضيفو السكر سنيده، ونضيفو الساشيات نتاع الفاني، نحاولو نضربوهم مزيان. شحال ما ضربتوهم، شحال ما كيطلع الكيك ديالكم خفيف مزيان، كنضربهم مزيان مزيان بهذه الطريقه، وكنضيف عليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، وكنضربو دائما مع التضريب. وكنضيفو هذيك لا مايزينا، كما قلت لكم المايزينا كتعطي لنا واحد الكيكه رائعه. وكنضيف داك الدقيق تدريجيا، والدقيق دائما يكون منخول يعني مغربل. وكنضيف زوج ساشيات نتاع الخميره، كما قلت لكم 3 ديال الكيسان ديال الفرينه، وكنمزجو كلشي هذا الخليط حتى نحصلوا على واحد القوام يعني زويون، ما كيكونش خفيف وما كيكونش ثقيل. شوفوا معايا، نضيفوا الدقيق تدريجيا تنكملوا الكميه اللي عندنا، ونحصلوا عليه بهذا الشكل. هذا هنا نوجدوا المول ديالنا. بغيتوا ديروه على شكل مستطيل، بغيتوا ديروه على شكل دائري اللي بغيتوا. انا درت صينيه هكا دائريه، دهنتها بالزبده ورشيت عليها الفرينه، وغادي نخوي الخليط ديالي. فهاد الاثناء الفرن ديالي راه سخون، غادي ندخلها طيب على درجه منخفضه مده 30 دقيقه، حتى كتدخلوا السكين ديالكم يخرج نظيف، وهي الكيكه ديالنا واجده. هاد الكيكه خصها غير تخرج، خصنا نسقيوها يعني. وغادي نوجدوا لها واحد الكريمه، كريمه ديال الكراميل. بالنسبه للكراميل خديت كاسرونه، درت فيها كاس ديال السكر، غادي نفخ داك السكر، كنفخه بواحد المعلقه ديال الماء، وكنديره على نار مهيله حتى يولي لنا ان كراميل. كما تشوفوا الكيكه ديالي خرجت وكتجي هشيشه وكتطلع لنا زوين. غادي نسقيها بنص كاس ديال الحليب وهي سخونه، نص كاس ديال الحليب وهي سخونه بهذا الشكل. هذا الحليب يكون عادي. الكراميل ملي داب لي هذاك السكر ولا كراميل، كنضيف له معلقه ديال الزبده، وكنخليها تذوب لي مع هذاك الكراميل، وكنضيف لها كاس ديال الكريمه، كاس ديال الكريمه، الكريمه ديال الحلويات ولكن ماشي مضربه، هكاك سائله، وكنخلط نخلط ونخليها حتى تغلي، كتعطي لنا واحد النتيجه رائعه. كنخليوها تغلي وكنطفيو لها ونخليوها حتى كتبرد. هذه نحيدوها على جنب. خديت واحد السكين وكندير ثقوب في الكيكه ديالنا بهذا الشكل. هذا علاش بغيت ندوب شويه ديال الشوكولات، وغادي نعمر بها هذوك الثقوب كاملين، باش من نقصوا الكيكه ديالنا من نقطعوها نلقاو الشوكولا لداخل. هذه فريمون فكره زوينه. كما شفتوا درت الثقوب، غادي نسقي كامله الكيكه بشوكولا سوداء عاديه بهذا الشكل، نغطيو عليها بالشوكولا، بيكون دخلنا كاع مع ديك الثقوب. ومن بعد نضيفوا عليها هاد الكراميل. شوفوا كي ولات لي هاد لاصوص من بعد ما خليتها بردت، كنوليو كنسقيو بها هذيك الشوكولا، نغطيو بها على الشوكولا هكا. انا كندير عشوائيا، وغطيت عليها كذلك باللوز اللي هرمشتو، قليتو وهرمشتو. وتقدروا ديروا لوز ايفيلي، تقدروا ما ديروش كاع، تخليو غير الكراميل. فريمون كتجي هائله جدا، كنخليوها حتى كتبرد، وكنقطعوها كما راكم تشوفوا معايا. ديك الشوكولا اللي درنا الثقوب نزلت معاهم الشوكولا، كتعطي لنا واحد النتيجه بزاف مزيانه، كتجي الكيكه ديالنا منفوخه، وفي نفس الوقت كتجي هشيشه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا ما عجبتكم اخواتي ما تبخلوش عليا كما نقول لكم دائما بلايكاتكم وتعليق جميله. ونتمنى تجربوا هذه الكيكه وتنال الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير يا اغلى اخوات، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع شهوة صفاء. الى اللقاء.